رفعت الراية البيضاء مشاهدينا الكرام. اللحظات الأخيرة فتحت البوابات، اندفعت جيادة 3 سنوات بجميع درجاتها متنافسة في الشوط الرئيس على كأس وزارة التعليم، مسافة الميل وربع الميل ومقدار الجائزة 120,000 ريال. يبدأ الاندفاع، بل تبدأ همجنا في هذه الاندفاع القوية، الاندفاع السريع لهذه الأسماء. الويجان يتابع في المركز الثاني، بينما الأمام أيضا ابن سليمان جانديان في المركز الثالث في انطلاقة قوية على مسافة الميل وربع الميل. وبالتأكيد هناك تكتيك متبع في مثل هذه الأشواط، وبظل وجود أكثر من ممثل للإسطبل الأحمر وإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، وهذه المنافسة الثنائية نتابع هذان الشعاران. مجنى في المركز الأول، الويجان في المركز الثاني، ابن يخلد بقيادة نايف العنزي، ومجنى بقيادة محمد سليمان. مع هذه الأثناء يتقدم الويجان من المسار الداخلي، ويأتي تاج الزعامة من المسار الخارجي. يبدأ التقدم، يبدأ يستلم زمام التقدم، وفي المركز الثاني الآن مع قدوم أيضا لعويس في المركز الثالث، وكأس وزارة التعليم مع حضور الضيفات من المسار الخارجي. ابن دانسا ويذ ريفنس من المسار الخارجي، الويجان هنا وأيضا عويس وأيضا الضيفات مع قدوم لبقية الأسماء. طلعة البدر ربما مع بداية الخط المستقيم، الويجان الغويفات، الغويفات الويجان، الأحمر الأحمر بقوة، الأحمر في الأمتار الأخيرة، الأحمر الصدارة 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 الصدارة، الغويفات بقوة ما شاء الله تبارك الله، بحضور أيضا تلالة 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 على خط النهاية، ينهي هذه المنافسة ما شاء الله تبارك الله. ابن كمال لعبد الرحمن النواش ما شاء الله تبارك الله، تلالة إذن يض